وللاقتراب أكثر مشاهدينا الكرام من هذا الإنجاز وتشغيل المحطة الرابعة في براكا، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. سعادتك، بداية، تم تشغيل المحطة الرابعة في براكا، ماذا يضيف هذا الإنجاز لدولة الإمارات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء مشكور على الاستضافة، وأحب أن أبدأ بتوجيه الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة للدعم المستمر لهذا المشروع الاستراتيجي. اليوم دولة الإمارات تعد الأولى والوحيدة في المنطقة التي تمتلك 4 محطات للطاقة النووية السلمية التي تنتج كهرباء نظيفة على مدار الساعة. طبعا هذه المحطات تنتج الآن 40 تراوات سنويا على مدار الساعة، أي بما يعادل 25% من إنتاج الكهرباء في دولة الإمارات. كذلك فيما يتعلق بالجانب البيئي، محطات براكة تخفض الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة وتحد أيضا من 22.4 مليون طن من هذه الانبعاثات كل عام. طبعا محطة براكة الآن تعد أكبر مصدر الكهرباء النظيفة في المنطقة، وهي أيضا مصدر فخر كبير لنا جميعا. نعم سعادتك، مثل ما قلت بأن يعني المحطة الرابعة من محطات براكة إنجاز كبير ومهم جدا، هل يقتصر دور هذه المحطات على إنتاج الكهرباء النظيفة فقط، أم هناك مهام وأدوار أخرى سوف تضيفها هذه المحطات؟ محطات براكة اليوم تقوم بدور محوري في ضمان أمن الطاقة للدولة وأيضا تعزيز الاستدامة، ولهذا أهمية كبيرة إلى جانب إنتاج الكهرباء. محطات براكة أصبحت اليوم منصة للابتكار والبحث والتطوير العلمي، وتشمل مجالات سلمية كثيرة للطاقة النووية مثل الطب والزراعة وأيضا استكشاف الفضاء، بالإضافة لدورها في دعم الاقتصاد ومنح الشركات المحلية عقود بمليارات الدراهم، وطبعا قبل كل هذا كله تطوير كادر بشري تستفيد منه الدولة في مجالات كثيرة. نعم، السؤال اللي يتبادر للذهن الآن سعادتك، ماذا بعد هذا الإنجاز؟ محطة براكة هي جزء من البرنامج النووي السلمي الإماراتي وجزء من مهمتنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. طبعا الدولة تمتلك الآن العلم المؤسسي والخبرات الكبيرة في الطاقة النووية والإمكان استفادة منها في مجالات عديدة. على سبيل المثال، هناك دراسات حالية لاحتياجات الطاقة التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة النظيفة، وكذلك احتياجات مراكز المعلومات للطاقة وبالأخص الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الحاجة لتطوير محطات جديدة للطاقة النووية السلمية. أيضا نستكشف حاليا مجال الاستثمار الدولي في الطاقة النووية السلمية والشراكة مع الدول وشراكات عالمية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع النووي، وأيضا دعم الشركات والدول التي تسعى لتطوير برامج جديدة في مجال الطاقة النووية السلمية. وأيضا نركز في المرحلة القادمة على البحث والتطوير واستكشاف فرص تطوير التقنيات الجديدة والمتقدمة في مجال الطاقة النووية مثل مفاعلات الجيل الرابع. نعم سعادتك، كونك العضو المنتدب وأيضا الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الكل يفخر بدعم قيادتنا الرشيدة، الكل يفخر، أي مواطن إماراتي يفخر بدعم قيادتنا الرشيدة وتمكينهم لأبنائهم وبناتهم في كل المجالات. كونك رئيس تنفيذي، كيف تقيم وجود الإماراتيين في تحقيق هذا الإنجاز الكبير؟ من البداية البرنامج وبتوجيهات القيادة الرشيدة تطوير الكفاءة الإماراتية في هذا القطاع التقني المتقدم والجديد أيضا على دولة الإمارات، أطلقنا برامج أكاديمية وتدريبية متطورة لتنفيذ هذه التوجيهات، واليوم لدينا العديد من المختصين في مختلف مجالات الطاقة النووية السلمية، وأيضا نفتخر اليوم بدور الكفاءة الإماراتية وكذلك دور المرأة التي تشكل نسبة 20% بالمئة وهي الأعلى على مستوى العالم في هذا المجال. كل الشكر وتقدير لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر الهاتف سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شكرا جزيلا لك.